السلام عليكم مشاهدينا الكرام وصحة عيدكم. اليوم في سؤالنا حنشوفوا وين يجوزوا الجزائريين عيد الأضحى وإذا ما زال كاينة اللمة في عيد الكبير. تابعوا معنا شوفوا كيفاش كانت الإجابات. وين تجوز عيد الأضحى؟ تجوزوا هنا عندنا العاصمة. وين؟ فامي. تجوزوا فامي. العاصمة هون. يعني في دارك ولا في دار العجوز ولا؟ لا نورمالمون في داري. في دار. في الدار وين؟ ماشي في دار الكبيرة. دار كبيرة على بالك. دار كبيرة كيروحوا الكبار. كل شيء يروح. أفون كي كانت عجوز سياحية كنا نجوزوه كامل كيف كيف. دوكا هذيك عندها بزاف اللي توفات ربي يرحمها. نجوزوه شي موا. ما نروح عند حتى واحد في داري مع ولادي وراجلي. بكل صراحة مدام وين تجوزي عيد الأضحى؟ إذا في دارك ولا في دار عجوزتك ولا وين؟ Bonjour, j'habite avec la belle famille. J'ai un niveau de villa. Ça veut dire généralement je joue avec la belle-mère. C'est une deuxième maman quand même. Très bien, alhamdoulilah. Ajwa aïliya bébé mtiyaz. Alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah. Mais l'achi à l'après-midi, je joue les parents, bien sûr. Je joue les parents. Je joue avec la radio Steve Dari, avec la radio, avec la باسكو دابور راهي معايا راني ساكنه مع جوستي هذه الاولى والدوزيام هذا هي من عاداتنا وتقاليدنا المراه المزوجه تقعد في دارها البرومي جور والدوزيام جور تقدر تروح عند مواليها هذه هي انا يعني الاول في دار عجوزتها والدوزيام في دار مالها واسي مع نسى الواسي مع قاعد طول الموند ومع الدوزيام جور نوض ونروح لدارنا بكل صراحه مازلكم محافظين على اللمه ماشي بزاف بصح كاينه شويه مش ماشي كيما بكري اللمه à l'occasion de l'Aïd, il n'y a plus le mahadik, elle a disparu. Parce que c'est la différence entre jouer l'Aïd في l'Amma et jouer l'Aïd. C'est ce qui n'est pas le cas. Le mot n'est pas le cas, le mot n'est pas le cas. Il y a une différence. Il y a une différence grande, où est le charme de l'Aïd, où est le charme de l'Aïd. C'est le Aïd, c'est l'Aïd, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. L'Amma. لما نعمة لما نعمة من عند ربي قال لك الله لا الله لا تحيرني في حبابي وناسي لما حاجة بزاف كبيرة وكي تتفرق الحالة ويروحوا الحباب يروحوا ناسك القراب اللي يتوفى اللي يرحل اللي يروح يجيك العيد صامت شوف تليفون هذا نحا كلش دوك وين ولا التليفون المغفرة بأس أمس ألو وي عيدكم مبارك هو اللي هاكوت يا 60 كيلومتر ولا 80 ولا 100 كيلومتر. عيدك مبارك صافا لاباس عيتو بيان لاباس الحمد لله هيا داكور صحا هوب ستوب. اوه سي تريست والله فرونشمون. الوغ كو لما يا توت ان شالور توت فريمون والله سي انديسبونسابل. دوك ولاو الخوامات هادو في بيناتهم. ما كانش اللمة هذيك. نقصت اللمه هذه والسلطه الرحيم نقصت ذلك كل واحد يذبح وحده نفسي نفسي ميم كي يذبحوا جارو ديفو كاين اللي يصدق كاين اللي ما يصدقش اذا لومبال جارو ما ذبحش يعطي له يعني في العيد هذه هي الكبش تاع ربي يعني تدي غير قاعد تصدقوا كي تروح لجوزة وشيخ كل شيء يروح ما يبقى والو ما يبقى حتى حاجه يعني تجوزوا في دارك مع ولادك وحدك هذا ما كان ميم تو واحد يزور فيهم جبانه نروحوا المقبره نزوروهم اون بريوريتي وما يسبقوا ومن بعد نزوروا في الدار ما تجتمعوش الخاوه سي سي عندكم بعد لا تورني لا لا في الدبيع انه كل واحد يذبح وحده ما قعدتش لما تاع بكري بصح كاينه شويه الحمد لله مازال شويه هذيك يتلموا على القهوه يتلموا يتسلموا ويعيدوا هذيك هي يعني والذبيحه كل واحد وحده كاين اللي يذبحوا كومبلي كامل كيما حنا كل واحد يذبح وحده كل واحد يذبح وحده ابخي الذبيحه اللي يجي احنا مازال عندنا العادات نتلموا كاع هذيك الخاوه نتلاقاو ونعيدوا كيف كيف كاع هذيك الحمد لله الحمد لله نعيدوا كاع كيف كيف الجامع من بكري احنا كنحبوا اللمه نحبوا اللمه تاع الحومه هذيك لومبيونس تاع الحومه الذبيحه كاع نعاونوا الناس اللي ما يقدرش يذبح نعاونوا هنا يذبحوا معاه نسلخوا معاه يعني بكل صراحه لو كان ما تكونش هذيك اللمه ما تحش باللي كاين عيد الكبير انا ما نحش باللي كاين عيد الكبير انا ما دابيا اللمه انا نحب اللمه بزاف واش تقول لنا على اللمه في العيد الاضحى سي تري امبورطون لا في لي تري كورت الوغ يفو ان بروفيتي بالبزاف يفو با ليسي هذاك الحقد والاخر كيما يقول لك لا في لي كورت
صافي واحد لازم يسامح، لازم كيما يقول لك يكون قلبه واسع ونديروا ان شاء الله واش قال ربي، ربي يثبتنا ان شاء الله. Alors, je viens de France. Je viens passer l'Aïd en famille. Oui. Voilà, avec toute la famille, في باب الزوار. Voilà. يعني جيتي باش تجوزي العيد. جيت سبيسيال. Voilà, je suis venue spécial pour l'Aïd. اليوم العيد ان شاء الله، كل عام نتوما بخير تعاود تجوزوه بالصحة والهنا ان شاء الله. ماذا بكم اللي عايه، كاين ناس مش راح تعيد، ماذا بكم ما تدسوش اللحم في الفريكو، ماذا بكم تصدقوا خاوتي باسكو لازم. واللي نوصيكم على حاجه، كاين ناس عيبات بزاف حياتهم مضاربين مع ديارهم، كاين اللي مسيبارين مع ديارهم، جا العيد خويا الله يعينك يا بليس، راه عيد مع داركم اوبليغاتوار عليك تعيد مع داركم. صح عيدكم كاع، صح عيد كاع الشعب الجزائري، ان شاء الله يعيدوا بالصحه والهنا والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. صح عيدكم، ان شاء الله ربي ينعاد علينا بالصحه والهنا. عيد خاص العائلة الصغيرة ومي فخيغ اللي راهم في ليترونجي. بون فات دو العيد ا تو لي مسلمان دو موند. بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحية نهني العائلة تاعي اللي راهي في باريس داخل الوطن وخارج الوطن، ما نساوش لافامي بوخنوف، لافامي حمود، لافامي توفي وعمي مرتع لوميير. صح عيدكم، عيدكم مبارك وكل عام نتوما بخير. وندير ديديكاس ليما وبابا ونقول لهم كامل لا فامي صحة عيدكم، عيدكم مبارك.